بداية فقراتنا لليوم ليلى، كنا عم نقول نحن بأكتوبر معروف عنه الشهر الوردي، ودائما نحن خلال هذا الشهر بنحاول ضمن صباحنا غير نضوي على أهمية التوعية والثقافة العامة للأنثى بالكشف المبكر، بأنه بأي إحساس أو إنذار ممكن يحصل معها أنها تروح تراجع أقرب نقطة طبية أو طبيبة الخاصة. عم نحكي اليوم عن مرض صامت، يعني اليوم ما في أعراض ممكن تقدر تكشفه بين عن طريق الصدفة، ولكن الأهم من رحلة العلاج هي الشق النفسي. كثير من حالات السرطان شفيت من خلال المعالجات النفسية وضع دعم المحيط. يا ليلى تماما يا رشا، قديش بيقولوا الجانب النفسي كثير مهم. في أشخاص بيكون ما عندهم أي مرض، لكن أحيانا الحالة النفسية، خلينا نحكي عن الأمراض العادية، فكيف هيك مرض؟ في أشخاص كثير وشفناهم على أرض الواقع، يعني اليوم سيدات فعلا تجاوزوا هذا المرض، تعايشوا معه، تقبلوا الصدمة بالمرحلة الأولى ومارسوا حياتهم الطبيعية وفعلا شفيوا. أكيد المرحلة النفسية أو الدعم النفسي اليوم كتير مهم لألهم وأيضا لأسرتهم، لأنه اليوم الأسرة لها دورها كتير كبير، لأنه أحيانا الأسرة بتكون هي زعلانة على هذا الشخص، ممكن تنهار، ممكن البكي، ممكن كمان هذا الشيء يأثر على هذا الشخص أكثر. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاختصاصية النفسية آلاء عساف. يسعد صباحك آلاء. يسعد صباحكم. يسعد صباحك ست آلاء، وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم الإضاءة على الجانب النفسي لا تقل أهمية عن الجانب التوعوي، لأنه هو نصف رحلة العلاج. الدعم النفسي اللي بتلقاه المريضة من المحيط قديه مهم هي النقطة، خلينا نضوي عليها بشكل أكبر. هلا نحن اليوم بنعرف قديه هي المرأة كائن رقيق وحساس جدا، يعني يمكن أي شيء بيأثر فيها حتى على الصعيد الصحي هي يمكن أكثر حساسية من الرجل، وخصوصا اللي مصابين بمرض السرطان فهن بيكونوا عندهم ضعف مناعة، بنعرف من الجانب الصحي، بالإضافة إنه نفسيتهم بتكون يعني هن معرضين لكتير آثار سيئة. فالجانب الدعم النفسي لهم جدا مهم، يعني هو مرافق لرحلة العلاج، فكتير كتير هن بحاجة لمزيد من الحب، مزيد من الاهتمام، مزيد من الرعاية، وخصوصا من المحيط تبعهم. هذا بشكل لهم دعم كبير ليقدروا يتجاوزوا أو يكملوا رحلة العلاج. إذا بدنا نروح لمرحلة الشفاء، إنه فعلا في كتير أشخاص بيجهلوا الجانب النفسي، إنه هو ما له علاقة، وفي كتير بيقولوا إنه هو الجانب النفسي هو المسبب للسرطان. هذا الحكي ما بعرف انه مدى مصداقيته، لكن دائما نحن بنعرف انه اكثر الامراض سببها نفسي. اليوم السيده وقت في بيختلف من سيده لسيده، في سيدات ممكن تتقبل الصدمه بطريقه عاديه، وفي سيدات ممكن عم تتجاوزها، لكن اليوم قديش مهم التوعيه، انه اليوم فعلا الجانب النفسي له دور كثير كبير وفعلا بيساعد بالعلاج من حالات شفناها على ارض الواقع. تمام، مثل ما تفضلتي حضرتك هو نصف رحلة العلاج، يعني اليوم نحن بنعرف في سيدات يمكن عندهم صلابة نفسية أكثر من سيدات، في سيدات عندهم هشاشة أكثر من غيرهم، بس بالمحصلة الدعم النفسي هو لحتى نقدر نقوي المناعة النفسية، مثل ما بناخذ أدوية لنقوي صحتنا، لنقوي المناعة عندنا، نفس الشيء كمان الدعم النفسي هو بيساعد على يقوي المناعة النفسية للسيدات، له دور كتير مهم بتخطي الآثار السيئة. طيب ست دعاء، اليوم وقت اللي بنحكي عن الشهر الوردي دائما يمكن من النواحي اللي بتقوي نفسية المرأة، وقت اللي بتفوت وبتشوف انه اليوم معدل شفاء إناث كثير، انه كان في بمعدلات كثير كبيرة، قد ايه هذا الجانب جدا مهم وقديش بيساهم بمعدل الشفاء؟ كثير كثير له دور كبير جدا، يعني بنلاقي نحن السيدات اللي عم يتلقوا الدعم النفسي من المحيط، من الأسرة، أو اللي عم يقدروا ياخذوا استشارات نفسية من أشخاص تخصصيين، عم يكونوا أسرع بالتجاوز وتخطي الآثار السلبية أكثر من غيرهم، من الأشخاص اللي ما عم يتلقوا هذا الدعم، سواء من محيطهم أو حتى من الأشخاص التخصصيين، فهو له كتير كتير دور. اليوم السيدات اللي عانوا من مرض السرطان وشفيوا منه، قديش هدول السيدات لهم دور كتير كبير بالدعم النفسي، قديش مهم هدول يدعموا فعلا السيدات المريضات، خلينا نحكي عن هذا الجانب. بتشكرك، ضويتي على نقطة جدا كتير مهمة، ونحن بمجال النفسي كتير بنحاول نشتغل عليها، هو مثل ما بنسميه نحن دعم الأقران أو المجموعات المجتمعية، هذا له كتير تأثير وقت نحن بيكون في عنا عدة سيدات ممكن يكونوا تجاوزوا رحلة العلاج
العلاج او سيدات لساتهم برحله العلاج، وقت بيصير في عنا تبادل خبرات او بنوفر لهم مساحه امنه يقدروا يحكوا او يعبروا عن مشاعرهم، عن المهم، عن وجعهم، هذا الشيء كثير بيدعم السيدات الثانيين بعلاجهم، حتى بيساعدهم على الاستمرار. نحن بنعرف احيانا اثناء رحله العلاج كثير في سيدات بيصير معها احباط بسبب يمكن الالم، بسبب عدم تقبلها للمرض، فكثير بيوقفوا بنص رحله العلاج. فمثل ما تفضلتي السيدات يلي تخطوا او عندهم يمكن مثل ما قلنا مناعه نفسيه اكثر، هن كثير اشخاص داعمين لغيرهم. طيب خلينا نضوي على نقطة جدا مهمة ست آلاء، وهي انه وقت هذا المحيط بده يدعم الصبي او الانثى يلي مصابة بسرطان الثدي، قد ايه مهم يكون حريص على اعطاء هي المشاعر، ان كان بالاهتمام، كان بالرعاية الصحية، من دون اشعار الشخص اللي امامك انه انا شفقان عليكي. جدا مهمة هي النقطة جدا، وهي كثير نحن بنعاني فيها وبنشوفها اثناء جلساتنا، سواء كان مع المصابة، السيدة المصابة، او مع اللي عم يقدم لها الرعاية. فاحيانا بيصير في خطأ، يمكن هو نوع من المحبة الزايدة او نوع احيانا من الجهل بكيف تقديم نوعية الخدمة، انه نحن اليوم بدنا حب، بدنا اهتمام، بدنا معرفة بالاحتياجات المريض لحتى نسهل له شوي حياته، نقدر نخليه يتفاعل بشكل ايجابي. فكثير من المهم او من النصائح اللي ممكن نقدمها انه يبعدوا عن تقديم الشفقة، نحن اليوم بدنا حب، بدنا اهتمام، ما بدنا كلمة شفقة. يا حرام، كلمة يا حرام هي هي تمام، يعني كثير بيجوا عن جد حطيتي ايدك هلا على الوجع، كثير بتجي بتقلي انا ما بدي اسمع كلمة يا حرام، انا ما بدي اسمع انه يا الله ليش هيك صار معاكي، انه لا انا بدي دعم، بدي كلمة حلوة، بدي كلمة لطيفة. انت قادرة اليوم تتخطي هي المرحلة، تمام، انه انت قوية، حتقدري، انت عندك القدرة انك تتخطيها. فقالتلي يعني كثير بنسمعون هدول الكلمات من المصابين، انه نحن بنتمنى نسمع هاي الكلمات اكثر من كلمه يا حرام. تماما، اليوم الاسره لها دور كثير كبير، ومثل ما ذكرت احيانا في بعض الاسر ممكن الاولاد، ممكن الاب والام، لما اي شخص بالعيله بده ينصاب ممكن يوصلوا هنن لمرحله الانهيار اكثر من الشخص المريض. تمام، هنن اكيد هذا الشيء منزعلهم على هذا الشخص، لكن قديش مهم هنن كمان بحاجه لدعم نفسي اليوم لحتى يدعموا هذا المريض. اليوم الأسرة كتير إلى دور، والمحيط، سواء مثل ما تفضلتي أم، أب، زوج، أولاد، أخوات، أو أصدقاء مقربين، هدول كلياتهم هن مثل ما بنسميهم نحن الداعم الأول أو الخط الأساسي برحلة العلاج. هدول المصادر الأساسية اللي هي بتساعد المريض أنه يتخطى، فهن كمان بحاجة لدعم وبحاجة لتوعية كيف يقدروا يتعاملوا مع المريض، كيف يقدروا يحددوا احتياجاته، كيف يقدروا يأمنوا له مثل ما قلت المساحة الآمنة حتى يشاركوا بمشاعره. هن بحاجة اليوم لمشاركة لهي المشاعر أو يحكي عن تجربته، كتير هذا الشيء بيساعده، فهن بحاجة لهي التوعية. طيب ست آلاء، اليوم من خلال مجال عملك وكأخصائية بالنفسية، كتير حالات بتجيكي من النساء ممكن تكون شفيت من هي المرحلة، مرحلة وعدت بحياتها، ممكن تكون ضمن المرض عم تعالج بعدها، شو أهم الخطوات اللي بتمشي معها وقت بتكون أكيد يعني نسبة منهم نفسيتهم كتير تعبانة منهارة، أحيانا من المحيط، أحيانا خلينا نكون يعني في من الواقع، في عوائل ممكن يضيق خلقها من الآخر، يعني أنه السنوات الطويلة بالعلاج، العلاج بالمشافي، نفسية المريض ممكن تعمل ردة فعل للمحيط أنه نحن تعبنا عنك، بيصير يعني عنده فقد سيطرة أو عدم قدرة على التحكم، ويندم أنه أنا يعني وجهت أكيد كلمة أو أسأت أو تصرفت هون غلط. فهون دوركم بيجي لحتى هيك تأمنوا مساحة ولو صغيرة من الأمان لهذا المريض. أهم شيء اليوم وقت نحكي عن العائلة أو الدعم للعائلة أو للمصابين، أهم شيء نحن نقدر نوفر له الاستشارات النفسية التخصصية لنقدر نساعده أو نفهمه شو الخطوات اللي لازم يمشي فيها. تاني شغلة لازم كتير إنه ينشغل معه للمريض على التعبير، إنه يعبر عن شو هو عم يحس، كتير هذا مهم بالمشاركة مع عائلته. يعني اليوم وقت بنشوف المصابة نحن دائما مفضل انه يكون معها مرافق او الشخص اللي دائما بيقدم لها الرعاية بالبيت او تقفيلية. ايه تمام. كتير مهم انه يصير في عنا، اهم شيء يبعد المصاب عن العزلة، دائما لازم يحاول انه يضل عم يمارس هواياته، يضل عم يمارس الاشياء اللي هو بيحبها لو باقل قدره ممكنه، لانه بنعرف نحن شوي احيانا اثناء رحله العلاج بيصير عنده عدم في تعب، فمنقول له ضل حاول ولو باقل قدر ممكن.
كثير ضروري يتفاعل تفاعل إيجابي مع المحيط ولو بشكل بسيط. بنحاول دائما نشجعه إنه دائما يشوف المصادر الطبية الصحيحة، يأخذ المعلومات الطبية، يتعرف عن مرضه أكثر، يشوف الحالات، يتقبله. تمام، التقبل كثير مهم. الصبر، بنشتغل على موضوع الصبر معاهم كثير، لأنه مثل ما تفضلتي هو مرض طويل ورحلة طويلة، أحياناً من العلاج فيها انتكاسات عديدة، فكتير ضروري إنه يعرف إنه في شيء اسمه صبر، ونقدر يعني مع الممارسة. حتى الصبر هو نوع من أنواع إنه إذا مارستيه بيصير عنده، يا دربتي يتدرب إنه في، بس طبعاً في شيء اسمه صبر إيجابي يعني. تمام. بدون إحباط، بدون، لو مر بانتكاسات ولكن حيقدر يتجاوزها. أكيد هاي المرحلة كتير صعبة، أكيد ما حيتجاوزوها بسهولة. اليوم أكيد. في كتير أشخاص ممكن يشعروا فعلاً إنه هنن بحالة سيئة ببداية أو أول الصدمة. في أشخاص مثل ما ذكرت سيدات ممكن يتقبلوا الصدمة، بياخدوها أنه أكيد ما أنا موضوع سهل، بس ممكن يتقبلوا هذا الشيء لحتى يطلعوا من هذه الحالة. حتى في أشخاص كرمال اللي حواليهم بيحاولوا أنه يشفوا من هذا الموضوع. قديش هذا الموضوع مهم؟ كتير نقطة مهمة جدا، لازم دائما ينخلق عندهم هدف أنه أنتوا ولو عند يعني. هلأ نحن بنعرف في شغلة كتير مهمة، أنه السيدة المصابة ده أول شيء بيصير عندها هو الصدمة والنكران. فضروري دائما نخلق له هدف انه انت عايشه، في اشخاص عايشه مشانهم، في ناس ناطرتك، في ناس عم تشجعك، في ناس واقفه جنبك. هذا الشيء كثير مهم انه تقدر تتجاوز هاي المرحله. مثل ما تفضلتي هي مانا سهله، والحكي مو مثل الواقع اكيد يعني. يعني اليوم احساسها غير احساس الاحساس الشخص اللي عم يسمعه. تمام، ولكن هي فعلا الكلمه اللي عندهم تاثير، التشجيع الايجابي له عندهم تاثير. مثل ما قلتي التقبل، الصبر، كثير في امور ولو كانت بسيطه بس هي بالنهايه بتساعدهم على التخطي. ست آلاء، اليوم خليني ارجع لمجال عملك وتجاربك، التجارب الشخصيه مع هدول الناس. شو اكثر حال يعني حسيتي انه عم بيعانوا منها، يعني اكثر الحالات اللي كنتي عم تشتغلي عليها؟ مثل ما حكينا قبل شوي هو المحيط، من 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 خلال عم بيعانوا من المحيط، نعم يعانوا من المحيط، او عدم معرفه او الوعي الكافي عند الاهل او الزوج بكيف انه يقدم هي الرعايه للمصابه. طيب حاولتي انك تدخلي بهذا الموضوع، انك تتواصلي مع حدا من المحيط اللي حواليها، تقدمي نصيحات؟ كتير ضروري وقت بنشتغل دائما مع المصابة ونقدم لها الاستشارة النفسية، دائما انه يكون في ببعض الجلسات يرافق الشخص اللي عم يقدم له الرعاية، سواء اب، ام، اخت، زوج. كتير مهم، وخصوصا بحالات وقت بيوجد زوج، كتير هاي نقطة حساسة. لازم هو يكون الشريك الاساسي برحلة العلاج. هل ممكن انه يكون التأفف او الاشخاص اللي هنن عم يرعوا هذا المريض، انه هنن ممكن يكون الناحية المادية او الناحية النفسية يمكن بشكل عام هن ملوا من هذا الشيء، او ممكن احيانا بيكون في نواحي ماديه لها علاقه؟ تماما، هن دائما يعني في عنا عده عوامل كلها مشتركه، يعني العامل المادي، العامل النفسي مثل ما قلنا، عدم التوعيه او معرفه المريض، معرفه اللي عم يقدم الرعايه للشخص بكيف يقدم الرعايه الصحيحه. هدول الجوانب كلها اكيد بتلعب دور مهم. طيب نهايه هيك فقرتنا اليوم، نصائح ولو سريعه اليوم لكل الاناث ضمن الشهر الوردي، وايضا للمحيط يعني بتقديم الدعم النفسي لهي الانساني، خلينا نقول بتكون نفسيتها هشه ولو بشكل مؤقت. بحب الا دائما كونه نحن اناث ونحس ببعض، بلا انت قويه وانت حلوه وانت قادره تتخطي اي شيء. يعني الانثى سبحان الله الله كرمها يمكن عن الرجل بكثير صفات، هي عندها قوه داخليه ما انا موجوده عند الرجل. فبلا انت قويه، بتقدري تتخطي، بتقدري ان شاء الله تتجاوزي، ودائما الامل موجود. اكيد بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل النصائح اللي ذكرتيها، ودائما بنقول بالصحة والسلامة للجميع. وتذكر انه هذا الشهر هو يعني سمي بالشهر الوردي كرمال مراجعة المراكز واجراء الفحوص الدورية للكشف لا سمح الله اذا في اي مشكلة. شكرا لك. شكرا لك.